مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نعمل تيستينج لشغلة غريبة هيك جتنا من أمازون شريناها. هي عبارة عن شيبس، بس هذا مفروض هيلثي شيبس يعني. أوكي، النوع الأول بعرفش إذا أنتوا شايفينه، هذا من كينوا، والثاني من اللينتل العدس، والثالث من الحمص. اشي غريب، خلينا نجرب. شو هذا؟ اول مرة بسمع شيبس بالعدس. خلينا نشوف هذا ايش اللي عندك. وهذا حمص، وهذا كينوا. اوكي، طبعا في هذا البوكس في 5 5 5 15 واحد. هذا الحمص صوت. اوكي، هذا الحمص 40% less fat gluten free veggies، 40% اقل فات و gluten free. او كاتبين بالعربي كمان، يا عيني. شوفوا شوفوا شوفوا، شايفين الكلام؟ شكلها شكله هذا مصنع وين؟ خلينا نشوف. made in UK. اوكي، made in UK. طيب خلينا نجرب. هذا حمص، يلا ادم. حمص بالبندورة، بسم الله، والنعنع. آدم بحب الحمص بس ما بعرف شو رأيه. بندورة طعم كتير هيك صح؟ يعني طعم البندورة أكتر فيه. نجرب التانية. هذا العدس. هذا فيه بروتين 8 جرام، وهذا بروتين 6.4. عدد الكالوريز اللي موجودة فيه هذا 481، هذا 478. يلا هذا العدس. مع ملح بحر، سي صوت. شو رأيك؟ هذا هيك، هذا الطعم زي الشيبس عن جد، زي طعم البندورة. كويس. برضو 40% فات بلس و... بس هذا انا عجبني اكتر. هيك طعمه زي البطاطا صراحة. هذا اخر واحد، الكينوا. الكينوا يعني نبتة مهمة ومفيدة جدا. هذا فيه 473 كالوري، والبروتين فيه 7.2، يعني كويس. 300 جرام الكيس. 30 جرام، سوري 30. ما حبيتها. هيك طعم غريب يا جماعة، اعتقد عشان هيك ادم ما حبها. البصل، طعم بصل هذا فيها زي ما انتم شايفين. بس لذيذ جدا صراحة. شكرا، خلص الفيديو انت وانا هكمل الباكيت. إذا حبيتوا هذا الفيديو عملوا لايك كومنت وسبسكرايب، وشوفكم بحلقات تانية. باي باي. باي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.